السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة قديري، أمثل ورشة للنسيج في منطقة تميمون. أنا جيت من منطقة تلمسان، وبما أني تزوجت مع زوج راجل من منطقة تميمون، ومنطقة تميمون هي منطقة بربرية زناتية، وهي شراكة بين جمعيتين، جمعية محلية من تميمون، جمعية حقوق الطفل والمراهق، وجمعية تضامن تريدينيو ألزاس. زرابي فقدوا في المنطقة تميمون، ربما لأن نسى المسنات ما رجعوش يخدموا، وكذلك المادة الأولية غالية، المادة الأولية الصوف، والمادة مادة صباعة كانت في الزمان كانوا يصبعوا بالمادة الطبيعية. بالنسبة للجمعية الأجنبية اللي دخلت تتعامل معنا، هي عاشت في الجزائر وكانوا عندها شرات من منطقة تميمون، بعض زرابي قدام كانوا موجودين عند العائلة، ورث من العائلة. ومن بعد سنين جات تزور منطقة تميمون وحوست على الورشات ولا لي زاتولي اللي خدموا النسيج، وما صابتش المادة الأولية. وبما أنها تحب الجزائر، تعاملت مع جمعية محلية وفي إحياء التراث، في إحياء زرابي اللي راحت. كل زرابي ما كانش ما عدا اثنين، احنا لحد الان لاتوليي عاود احيا 60 زربيه، 60 موديل، 60 نوع، ولحد وكانوا موجودين ما عدا اثنين في تميمون. ودرنا بحوث، كانت طريقه صعيبه، ولكن رحنا للمكان الوحيد اللي ساعدنا وبحثنا في المتحف الوطني للتراث. مثلا هذا النوع من الزرابي، هذا لحد الان راه موجود، يخدموه النساء باش يحطوه كفراش عادي يومي، وهذه بالالوان طبيعيه، هذه الوان طبيعيه وموجود ولحد الان يستعملوه النساء في البيوت. اذا كان زربيه كيما هذه صغيره بالحجم هذا، ما ياخذش وقتك طويل، عندها في الحجم هذا يعني 60 سنتيمتر عرض على 150، دير فيها 6 ايام او 7 ايام. كما هذا ما فيش الرقمه، ما فيش الموتيف، يا با الموتيف عليها، ما ياخذش وقت كثير. واذا كان نوع واحد اخر فيه الرقمه وفيها يعني الرقمه صعيبه شويه، تاخذ وقت كثير اكثر من هذا الوقت. ممكن زربيه نفس الحجم ويكون فيها الرقمه ويكون فيها، تاخذ اكثر من 10 ايام، 15 يوم حتى ال 20 يوم. هذا نوع من نوع الزرابي الموجوده عندها، مش كل انواع، هذا نوع من انواع. والزرابي الموجوده هنا في تميمون كلها طبيعيه، مثلنا للوقت هذا اللي نخدموها كلها طبيعيه. احنا نعملوا باش درنا بحوث ورحنا نعملوا باش تكون كلها اصليه، زرابي الاصليه القديمه تاع تميمون جددناها ورجعت طبيعيه. كانت المرأة صحراوية تعيش في القصر، يعني تمثل الزربية يعني القصر دائما كان محدود، كان مغلوق، يعني هادو الحيطان ولا الأقواس اللي يدوروا على القصر، دائما الزربية نتاعها عندها الجوانب هادو. هذه جريدة، كانت عايشة في منطقة صحراوية فيها النخلة، هذه تسمى جريدة، واش يشوفوا. وهذا كانوا معروفين المناطق الصحراويه كما كل المناطق الجزائريه كانوا معروفين بالكسكس. كان عندهم ثلاث اشياء كانت موجوده في الوقت هذاك، يعني هذا المنصب كان موجود، يعني تريبي والقدره والكسكاس، وتمثلها في كل زرابي موجوده.
المراه الصحراويه كل الاشياء الموجوده عندها كانت تحطها في الزربيه، يعني طريقه للتعبير، تعبر وتحطها في زربيتها. في منطقة ميمون هاي احنا الصوف اللي نشريوها جاهزة مخدومة مغسولة وجاهزة ومخدومة، احنا غير نسب غصبة على الطبيعية ونخدمو الزرابي، ما نسجوهاش، هي منسوجة، كاين آلات في غرضية ينسجوها ويجيبوها لنا جاهزة صوف طبيعية بيضة. احنا جمعية حقوق الطفل والمراهق ناخذ كل الفتيات في سن المراهقة بعد 16 15 سنة 16 سنة كي تسربوا من المدرسة وراحوا داروا التكوين في النسيج، لان 15 سنة ما عندهاش مستوى عالي، ما عندهاش مستوى مليح، دخلت الحاجة ممكن الحاجة الوحيدة اللي تقدر تديرها في مركز التكوين المهني، داروا التكوين المهني في النسيج ودخلوا الجمعية. هذه الفوة، هذا اللون، اللون الأول تاع الفوة، نديرو 7 كيلو صوف بكيلو فوة ويكون متبت من قبل، نديرو الطريقة الأولى نتبتوه قبل والطريقة الثانية نصبغوه، ونقدرو بالفوة نقدرو نحصلو على 3 ألوان، اللون الأحمر هذا وكاين لون برتقالي قاصح واللون الثاني، نقدرو هاد الألوان كلها من الفوة. اللون تاع اللون الطبيعي تاع البصل او اللون الطبيعي تاع لاغوت نقدروا نزيدوا له كميه صغيره من الانديغو او النيله يعطينا اللون الاخضر، يعني نقدروا نلعبوا بالالوان، نقدروا كيما 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 لا بينتور كيما الرسم كيما نقدروا نلعبوا بالالوان، يعني هي دراسه وخلاص، الانسان يتعود على ويكون كميات لازم نحافظوا عليها. قشور الرمان نقدروا نحصلوا على هذا اللون، اذا كان نقصنا نحصلوا على حمامات مختلفه، يعني كما الالوان الاخرى نقدروا نحصلوا على عده الوان بنفس الماده بنفس العشبه. نحن عندنا كل عندنا القوة وعندنا حب الوطن وعندنا كل السيدات يقدروا كانوا امهاتنا، كانت قادرة تكون امي، كانت قادرة تكون أمي في مع هاد السيدات، أمي كانت جاهدة هي في زمانها وكانت قادرة تكون أمي، وإلا كنت أنا كنت موجودة في هذاك الزمن نكون كيما هاد الفتيات، لحد الآن راني نجاهد في منطقة ما في منطقة راني نعمل في جمعية تطوعية ونجاهد ونحيي التراث ربما ما حياوش بنات المنطقة. في الزمان هذا الاستقلال، نهار الاستقلال 62 كي كنا في السن صغيرة سن 8 سنين 10 سنين كنا كأننا استقلال جديد، كنا نجرو في الشوارع ونخرجوا ونرفضوا اللافتات ونفرحوا كأننا استقلال جديد. كل النساء الجزائريات ولا نساء منطقة تيمون يعني الحرية، نقدروا نعبروا نقدروا نحكي ونقدروا نخدموا، حرية تامة، هذا هو الاستقلال، يعني كل إنسان يعبر كما يحب. الاسلام لو كان يحوسوا في الاسلام، في الاسلام كاين تعادل بين المراه والراجل، ما كانش فرق، والستاتيو تاع المراه الجزائريه انا نظن راه مليح بالنسبه لنا، ماهوش هو حقوق المراه ولا حريه المراه ولا المراه، راهي تخدم، راهي ربي خلقها كمراه، الراجل ما يقدرش يولد، المراه تقدر تولد، تحضن ولادها، تخدم، تربي ولادها كيما لازم، واش راهي تبحث في حريه واحده اخرى، هذه حريه المراه، حنا نعبروا كيما نحبوا، نخدمه ونخرجه وندخله، هذه هي حرية المرأة.
غادي يخدم، ان موجود العمل في الجزائر. كلمه المنطقه تيمين، منطقه تيمين موجود عمل، كاين عمل يدويه، كاين. حنا نحوسوا على الناس اللي يخدموا الحرفه، اللي يخدموا تحوس دق من باب الباب باش تحوس على واحد حرفي، على ماسون، على بلومبي، على صعيب. كاين التكوين المهني، الدوله حلت كل الابواب للتكوين المهني، عطاتهم اموال باش يديروا محلات، عطاوهم المحلات، عطاوهم ما يحبوش يخدموا. هذه ربما ظاهره، ربما عدوى، ما نقدرش نفسرها، ولكن مش في منطقه تيمون فقط، كاين موجوده. انا منطقه تلمسان وراني نروح مده طويله حتى تما، نفس الحاله. Hola, Jeff. Bonjour.